المحاكمة المدنية كانت تهمة المسيحية التجديف بحسب ما زعم اليهود. بحسب الشريعة اليهودية ينبغي أن يقتل، لكن الرومان لم تعطي السلطة لمجمع السنهدرين لحكم الموت، مع أنه كان أعلى مجلس تشريعي عند اليهود. أخذوا المسيح في الصباح الباكر ليحاكم أمام الوالي الروماني بيلاطس البنطي الذي كان يأتي إلى أورشليم في الأعياد اليهودية للمحافظة على النظام ولقمع أي ثورة تقام ضد الرومان. جاءوا بالمسيح إلى دار الولاية، إلى قلعة أنطونيا، إلى ساحة كبيرة بناها هيرودس الكبير تطل على الهيكل لحماية الهيكل وللمراقبة إلى أي شيء يحدث خارج عن النظام. جاءوا به إلى الساحة الفسيحة لأنه كان الفصح لئلا يتنجس اليهود بلمس أي شيء غير نظيف مثل الخمير. من الغريب أنهم مهتمون في الطهارة الطقسية وفي داخلهم عطشا لسفك دم البريء والبار، لكن المسيح فضحهم من قبل. قال: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. ولقد أدان رياءهم وكبرياءهم من مظاهر التدين الخارجي. تهمة التجديف لا تكفي لمحاكمة المسيح أمام بيلاطس، لكن وجهوا شكاية ضد المسيح. بحسب لوقا 23 من آية 2 ل 5 مكتوب أنه يفسد الأمة، أي الفتنة، مبتدئا من الجليل وها قد وصل إلى أورشليم. يمنع أن تعطى الجزية لقيصر، يدعي أنه المسيح، أي أنه ملك اليهود. هذه كانت أخطر تهمة، لأنه بالنسبة للرومان قيصر هو الملك. والأخطر من هذا، قالوا لبيلاطس أنه ليس لنا ملك إلا قيصر. لقد كان بيلاطس الحاكم داهية سياسية وقد أعدم الكثيرين، وعلاقته باليهود علاقة البغضة. تعجب بيلاطس من هدوء المسيح وأنه لم يجاوب. كتب عنه بطرس الرسول: الذي لم يفعل خطية ولو وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لم يرضخ بيلاطس لشكايات اليهود، ولم يكن الأمر يستحق الموت، لكن حتى يرضي اليهود عرض عليهم بجلده ثم إطلاقه. محاولة أخرى لإنقاذ المسيح، أرسلوا لهيرودس أنتيباس ابن هيرودس الكبير، لأن المسيح من مقاطعته من الجليل. حتى هيرودس الشرير لم يوافق على مطالب اليهود بقتل يسوع. رجع يسوع إلى بيلاطس حتى يعطي الكلمة الأخيرة. كان يصارع في داخله وضميره، ولسيما زوجته أثارت هذا الموضوع عندما رأت في حلم براءة المسيح وقالت: إياك وذاك البار. من الخارج عصابة تريد أن تفتك وتقتل، وفي داخله بيلاطس صراع، ولسيما رأى هدوء المسيح وثباته وكلمات زوجته لتحذره، وفي نفس الوقت يريد أن يحافظ على السلام بأي شكل وخوفا من الذين أعلى منه في المنصب، ولسيما عنده ماضي استعامل مع اليهود بقسوة وبغير حكمة، فكان أمام أخطر محاكمة في التاريخ وأعظم قرار بين يديه. حاول مرة أخرى أن يطلق أسير، لكنهم اختاروا برآبس القاتل واللص وصانع الفتلة بدل المسيح.
في محاولة أخيرة غسل يديه بالماء وقال: خذوه أنتم، أنا بريء من دم هذا الصديق. وحتى ولو اغتسل بشلالات نياجرا لا يمكن أن تمحو ذنبه، فقط دم يسوع المسيح الذي يطهر من كل خطية. نقرأ في سفر الأمثال: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لقد حكم بيلاطس على البار ودون اسمه في سجلات الخزي تاريخيا. لقد حكم من سنة 26 إلى 36 ميلادي، لكنه طرد من الحكم ومات منتحرا. أما زوجته فقد اعتنقت المسيحية وأصبح بيتها كنيسة. يا لسخرية القدر! المسيح الكامل البار القدوس يحاكم بأيدي أشرار مثل حنان وقيافة ورؤساء الدين ومثل بيلاطس العنيد المتغطرس. لقد تنبأ المسيح في حياته عما سيحدث له، وحتى وهو في بستان جتسماني قال: قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. ومع أن المسيح أعلن عن نفسه أنه هو الديان، لكنه تمم نبوة إشعياء: ظلم أما هو فتذلل، ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. إنه من المذهل ما مر به المسيح في تلك الليلة من الخيانة والآلام النفسية والجسدية، من ضرب واستهزاء. وها بيلاطس يجلد المسيح، وعادة يموت الإنسان من الجلد، وهالآن يخرج حامل صليبه ليموت أشنع موت على صليب العار. نعم، صليب العار أصبح للمؤمن مصدر افتخار. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم.